السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اسم ماجدة حمدان من مدارس القيروان النموذجية، مادة علوم الأرض والبيئة للصف التاسع. أعزائي الطلبة، أخذنا في الحصة السابقة درس المعادن، وعرفنا ما المقصود بالمعادن، وهي مادة صلبة نقية لها تركيب كيميائي محدد يتميز بشكل هندسي منتظم. واليوم درسنا كيف نميز بين المعادن بعضها عن بعض. خلينا نتعرف على الخصائص الفيزيائية للمعادن. أول خاصية هي اللون. أول شغلة بقدر أميز المعادن بعضها عن بعض عن طريق اللون. خلينا نشوف مثلا الفرق ما بين معدن الملكيت ومعدن الأزرت. لاحظوا أعزائي الطلبة بأن الملكيت يتميز بلونه الأخضر، أما معدن الأزرت يتميز بلونه الأزرق. إذن أنا قدرت عن طريق اللون أميز بين هذين المعدنين، الملكيت يتميز بلونه الأخضر، أما الأزرت يتميز بلونه الأزرق. ولكن هل يمكن استخدام خاصية اللون في تمييز المعادن؟ خلينا نشوف. خلينا نتفرج على معدن الكوارت في الصورة التالية. لاحظوا أبناء الطلبة، معدن الكوارتز يظهر 4 ألوان مختلفة. نبدأ بأقصى اليمين الأول لون بنفسجي نوعا ما، يليه لون أبيض يلي بجنبه لون ثلجي أو شفاف، ويلي على أقصى اليسار لون مصفر نوعا ما. هدول كلهم بشكله معدن الكوارتز. لاحظوا أعزائي الطلبة، معدن واحد لكن يمكن يتخذ 4 ألوان. طيب نيجي الآن للشكل اللي تحت. في عنا الكوارتز وعنا الكالسيت. لاحظوا الاثنين تقريبا لهم اللون الزجاجي يلي هو شفاف نوعا ما. لاحظوا معدن واحد ممكن يتخذ أكثر من لون، وممكن معدنين مختلفين يشتركوا بنفس اللون. طيب هل يمكن اعتماد خاصية اللون وحدها لتمييز المعادن بعضها عن بعض؟ لابد من خاصية أخرى نميز المعادن بعضها عن بعض. خلينا نشوف الخاصية الثانية وهي الحكاكة. من اسمها حكاكة، يعني بدي أحك شيء بشيء، أحك معدن بشيء آخر. تعرف الحكاكة بأنها لون مسحوق المعدن، لون مسحوق المعدن، يعني أنا بدي أجيب المعدن وأسحقه حتى يصير بودر. وتعرف على لون هذا البودر وهو الذي نسميه حكاكة. تحدد هذه الحكاكة بحك المعدن أو بفركه بقطعة خزفية بيضاء غير مصقولة. غير مصقولة يعني خشنة نوعا ما. تتميز بقساوة عالية ألا وهي لوح الحكاكة. إذا لوح الحكاكة يا بني هي قطعة خزفية بيضاء تتميز بقساوة عالية خشنة نوعا ما لحتى تسحق المعدن. هذه الخاصية مهمة لتمييز بعض المعادن التي لها بريق فلزي وتظهر بألوان متشابهة. وأبرز مثال على ذلك معدني الذهب والبريت. والبريت هو ما يطلق على الذهب الكاذب. خلينا نشوف الشكل التالي. الذهب والبريت كلاهما يتميز باللون الذهبي. كلاهما بنشوفه في الطبيعة باللون الذهبي. كيف نميز بينهما؟ كيف نقدر نميز بينهم؟ هذا ذهب وهذا بريد. بيجيبوا الاثنين وبحكوهم بلوح الحكاكة زي ما انتم شايفين. الذهب لما بنحكه بلوح الحكاكة بيعطي لون مسحوق ذهبي، أما البريد فيعطي لون مسحوق أسود، وبذلك بقدر أميز بيناتهم ببساطة. إذا بقدر أعرف بين الذهب ومين البريد من لون مسحوق هو الحكاك.
أما الخاصية الثالثة فهي القساوة، مش كل المعادن بقدر أميزها باللون أو الحكاكة. نأتي إلى ما يعرف بالقساوة، وكي القساوة هي مقاومة المعدن للخدش. طيب كيف يتم تحديدها؟ بخدش هذا المعدن بمعدن آخر معلوم القساوة. والآن في أداة تمكننا من التعرف إلى القساوة، ألا وهي مقياس موس. مقياس موس بيتكون من 10 معادن مرتبة نسبيا حسب درجة قساوتها. هذا المقياس يضم 10 معادن تتفاوت درجة قساوتها من الأقل إلى 10 أكثر قساوة. إذن يضم 10 معادن مرتبة من الأصغر إلى الأكبر. طيب الآن في حالة عدم وجود مقياس موس، نقدر نستخدم بدائل؟ نعم. ما هي هذه البدائل؟ ظفر الإصبع مقياسه 2.5، العملة النحاسية 3.5، اللوح الزجاجي 5.5، نصل السكين الفولاذي 6.5، لوح الحكاكة 6.5 إلى 7. إذن كما ترون بالصورة، مقياس موس يبدأ من التلك 1، وهو عبارة معروف ببودرة التلك، تأخذ شكل المسحوق من كثر ما هي قساوتها قليلة، ثم الجبس، ثم كالسيت، ثم فلوريت، أباتيت، أورتوكليز، كوارتز، توباس، كوروندوم، ماس. كما ترون بالصورة، زي ما أنتم شايفين البدائل موضوعة ما بين المعادن التي تضمها. فمثلا ظفر الإصبع جاي ما بين الجبس والكالسيت، العملة النحاسية كالسيت وفلوريت، لوح زجاجي أباتيت وأورتوكليز. أعزائي الطلبة، كيف نميز المعدن من الصخر؟ نسمع كثيرا كلمة معدن، نسمع بالصخر، لكن ما هو الفرق بين المعدن والصخر؟ المعدن حبايبي ذكرنا مادة صلبة طبيعية، ليست من صنع الإنسان، نقية غير مخلوطة، ليس لها أصل عضوي، وهي في البناء البلوري وتكتب بصيغة كيميائية. أما الصخر، ما هو الصخر؟ خلينا نشوف الرسم أمامنا. نأتي إلى أقصى اليمين وهو صخر الجرانيت. صخر الجرانيت ملون، فيه حبيبات ملونة، يتكون من 3 معادن رئيسية، وهو معدن الفلسبار أو ما يعرف بالأورتوكليز، ومعدن البيوتيت، ومعدن الكوارز. وهدول 3 معادن حفظ، وهن اللي بيكونن صخر الجرانيت. وعلى أقصى اليسار في معدن الكالسيت، وهو معدن مكون من مادة واحدة. إذن الصخر زي ما انتو شايفين مكون من معدن واحد أو مجموعة معادن. أما المعدن فهو مادة واحدة فقط، قد تكون عنصر وقد تكون مركب. إذن بعبارة أخرى، يعتبر المعدن هو المكون الرئيسي للصخر. مما سبق نستنتج أن الصخر مادة طبيعية صلبة، تتكون من معدن واحد أو من معدنين أو مجموعة من المعادن، وبعضها قد يحتوي على مواد عضوية وتكون الصخور الوحدات البنائية الأساسية للقشرة الأرضية. والآن أعزائي الطلبة، لنختبر أنفسنا. السؤال الأول، كيف تميز بين كل زوج من المعادن الآتية؟ كالسيت الكوارتز، الذهب والبريت، الملكيت والكوارتز. السؤال الثاني، إذا أعطيت المعادن 3 الآتية، كوارتز وكالسيت وجبس، فكيف يمكن تعرف كل منهم دون استخدام مقياس موس؟ وفي النهاية دمتم سالمين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.